عمر رضا وعوافي. مساء الخير، ازيكم؟ مرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات 6:30 مشوار المساء المعتاد. اليوم الليلة عندنا ضيوف استثنائيين ومختلفين باختلاف الخاصية بتاعت التوائم. ناس كثيرين بيقولوا انه التوائم عندهم حاجة خاصة كده، انه ده لو عيا الثاني بيكون كده، ده لو بقى مثلا فنان الثاني ممكن لازم يكون زيه. مرحب بكم كثير ياسين وخنساء عبد الله، ازيكم؟ مرحب بكم. مرحب بك استاذه مشاعر، ومرحب بكل المشاهدين اللي بيتابعونا الان. وحقيقه سعيدين جدا اننا نكون معك ونطيل معك عبر برنامج 6:30، وان شاء الله يا رب نكون خفيفين عليك وعلى كل اللي بيشاهدونا ان شاء الله. اهلا بك استاذه مشاعر، واهلا بكل المتابعين، وان شاء الله يا رب نقضي وقت جميل مع بعض. فعلا حركه التوائم دي عندكم؟ نحن طبعا متناقضين كل التناقض، مختلفين كل الاختلاف، يعني ما بنجتمع الا في الغنى، طوالي في حالة مشاكسة وطوالي في حالة يعني بنكون مختلفين في كل الحاجات. فالحاجة سبحان الله الوحيدة اللي بتلمنا كده وبتخلينا نكون يعني مع بعض متفقين فيها الأغاني. متين بديتوا تغنوا؟ بدينا الأغاني من ياسين، بدأ من الروضة، أنا بديت يعني من المدرسة بعدين، ولكن أول بداية لينا ثنائي أنا وهو الاثنين مع بعض، كان في المدرسة في احتفال نهاية السنة، كانوا عاملين احتفال سنة أولى يعني في مدرسة البنات ومدرسة البنين، جمعوا الاحتفالين مع بعض. فطرح الفكرة أستاذنا يعني أستاذ وليد، فهو لو التحية وقال له مساء الخير عليك، فهو قال إنه يعني طالما الاحتفالين اجتمعوا رايك مشينا ياسين وخنساء أنتوا كمان الاثنين تجتمعوا يعني ثنائي. حبينا أول مرة يعني مشت يعني الحمد لله. في زول في الأسرة عنده اهتمام بالغنى شجعوكم على إنه تغنوا مع بعض؟ والله التشجيع الأكبر كان من الوالد والوالدة والخال بها، يعني أسرة الوالدة أسرة يعني فنية لأسرة القدال، يعني عندي خيلاني اللي بيعزفوا بيكتبوا شعر وفي اللي بيغنوا، ويعني لقينا التشجيع الكبير والدعم الأول من الأسرة من البيت يعني اللي هو الوالد والوالدة، وبعد ذاك الحمد لله يعني شكر خاص لكل الناس اللي وقفوا معنا وساندونا. منو اللي وقفوا معاكم في البداية؟ يعني زول كان عنده دور كبير خارج إطار الأسرة. استاذ عبير علي. يعني استاذ عبير علي هي اول واحده عن طريقها نحن دخلنا الاذاعه والتلفزيون برنامج جنه الاطفال. الكلام ده نحن اطفال. وتعاملنا معاها في اكثر من مدحه لاذاعه الكوثر وقناه ساهر. يعني دي كانت اول البدايات لنا في قناه في التلفزيون، ومعاها استاذ محمد رحمه. يعني ديل كانوا معانا في البدايات وعن طريقهم نحن طلعنا عبر الشاشه. ايوه. برضو كمان ياسين في مهرجانات، مهرجان الناشئة القومي كان مع أستاذة فايزة والخال يعني بهاء الدين، ديل اللي هو كان معاهم في المهرجانات. بعدك تاني بعد أستاذ عبير علي انتقلنا لأستاذ بلال عبد الله ملحن، يعني جمسك المسيرة من حتة وقفة عبير هو جواصل لما تحيت لنا نقول مساء الخير عليكم. بالتأكيد طبعا. أستاذ بلال يعني كان ما بس يعني بدينا ألحان أو ملحن أو بيلحن لنا أعمالنا وكذا، لا يعني درسنا انا وياسين، بقى بيعدلنا في ما اخذ لنا جرعه يدرج معنا لحد ما وصلنا للمستوى اللي شايفينه كل الناس، ولازلنا يعني مواصلين الحمد لله. بالتاكيد. انتوا الاثنين طلبه لسه في الجامعه؟ احنا خلصنا. انتهينا. خلصتوا؟ ايوه. بندرس في الجامعه. بتدرسوا؟ ايوه. بتدرسوا وين؟ في اي جامعه؟ في الامارات. الامارات للعلوم والتكنولوجيا. لما التحيه ونحيي كمان من خلال الشاشه عميد الكليه دكتور سيف الدين فتح كل الكاست طبعا. دي الحاجه دي عامله لكم يعني زي ما بيقولوا مشكله انه انتم فنانين في نفس الوقت كبيره. والله هو يعني ظاهر هسه احنا قبل شويه جينا متاخرين شويه نرفزنا الاستاذ وكانت بتكورك وجايته عشان الزمن طبعا. طبعا الزمن. ايوه والله. لكن يعني بنحب دائما نوفق بس بين التدريس وبين زمان كانت الدراسه. يعني كان شرط الوالد انه الدراسه هي الاولى. يعني اذا ما كفينا دراسه ما يكون في بروفات وما يكون في شغل، يعني كنا مقسمين البروفات بتكون خميس وجمعه وباقي الايام اكاديميات. الحمد لله انتهينا وتخرجنا واشتغلنا في نفس الجامعه بتاعتنا. شغالين بنحضر برضه يعني في الماجستير وعارفه جايتين الدنيا وقاعدين. حاجة كويسة، لكن حاجة كويسة. الغنى باعتباره هو متعب بصراحة، يعني انك تكون بتقرا وبتدرس وكمان شغال يعني صعبة شديد. بس الحمد لله. الحمد لله. حنسمع شنو أول حاجة؟
نسمع ايه يعني كلمات استاذ مختار طبع الله وده برضه له يعني جانب كثير يعني في حياتنا الفنيه. ايوه. والحان استاذ بلال عبد الله. طيب نسمع اغنيه ايه يعني. ايه يعني. ايوه ونواصل ثاني ان شاء الله. Shit, geez.
سلام. الأغنية دي مصممة ليكم أنتوا تحديداً صح؟ أنا ممكن أسأل خمسة سؤال؟ بجد فارقني الله خلاص؟ أكيد لا، من غيرك ما ببقى ياسين. يا سلام. منو تأثرتوا به من الفنانين؟ الفنانين الكبار طبعاً، وكان عنده دور في أنه أنتوا تمشوا وتستمروا في مسيرة الغنى بتاعكم؟ والله طبعاً دي واحدة من الـ من الـ من الحاجات برضو يعني بنخش سوا. أيوه. فنحن تأثرنا والله بالجيل القديم، يعني الجيل بتاع الحقيبة اللي هو جات منه فكرة بتاعت برنامج أيام صفانة مع أستاذ مختار ضفع الله ليه والتحية. كان تأثيرنا إنه يعني نجيب الأغاني القديمة أو خلاص بدأت تتنسي ونجيب عليها يعني ناخدها نلبسها طوب العصر زي ما بقول، يعني نعملها بموسيقى حديثة يتقبلها يعني الشاب والكبير والصغير وكده، أرضي كل الفئات. والحمد لله يعني نجحنا في الحاجة دي. وكفنان كحد ذاته كيف عرفتوا إنكم نجحتوا؟ يعني لقينا القبول الحمد لله، بتجينا يعني ما عارف أقول برغيات في الفيسبوك ورسائل يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أيوة. إنه يعني شكراً أنتوا عملتوا حاجة جميلة وأنتوا كده، والحمد لله يعني كان يعني عندنا صفحاتنا في الفيسبوك قبل برنامج أيام صفانة كانت زي فيها 3000 لايك، الحمد لله يعني الآن حالياً خلاص داخل عليه 50,000 الحمد لله. يعني ده كله أنا بعتقد إنه ده سبب النجاح بتاع ترديدنا لأغنيات الحقيبة يعني الحاجة الجديدة اللي عملناها لها. وبرضو ما ننسى الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لأستاذ محمد سعيد دولة اللي هو المنفذ الموسيقي، ومصعب خلف الله مهندس الصوت اللي اشتغل الأغاني يعني وطلعت بالشكل اللي هي فيها. وده ما بيمنع إنه يعني مثلا يكون عندنا أغاني خاصة، لكن يعني كبداية حقت كل جيل يعني زي ما بقولوا ما عنده قديم ما عنده جديد. طبعا بالتأكيد. وزمان بيقولوا إنه أصلاً الفنان إذا ما غنى حقيبة لا يجاز صوته أصلاً. صح. فهي بمثابة إجازة أصوات بالنسبة لكم، وزي ما أنت قلت مرور للناس، الناس بتسمع بتألف المسموع أكثر. أيوة. لكن برضو ده بيكون لوم كده للفنانين الشباب، إنه هو معروف طبعاً إنه أنت لو بادي لازم تغني بالغنى المسموع. بتكون مقلين شويه في الانتاج الخاص، مع انه احنا حاسه سمعنا اغنيه للاستاذ مختار ضفع الله، لكن بتكون مقلين في الانتاج الخاص. يعني احنا اصلا قبل ما نجي الحته بتاعت الحقيبه بدايتنا كانت باعمالنا الخاصه، يعني عندنا منتوج الحمد لله يعني قريب لكم 40 اغنيه خاصه حقتنا، يعني متنوعه كل الفئات، الوطني، اطفال، أغاني يعني عاطفية، أغاني شعبية زي ما بقولوا تراثية، متنوعة من كل الأنواع بتاعت القالب بتاع الغنى يعني السوداني. الحمد لله قدمناه. أغنية الحقيبة بصراحة يعني جات جات لهدف أصلا، يعني الحاجة زي ما قال ياسين كلام الجبال إضافة له، إنه يعني أنا واحدة من الناس كنت يعني فنانين كتار بيكونوا بغنوا في الأغنية وفتكرين أنها حقتهم، ما بكون عارفة إن دي حقت واحد من الجيل. احنا كنا عايزين نعرف كل الناس، كل الشباب بالتحديد، يعني انه دي ما اغاني يعني اليوم، دي اغاني ليه زمان. يعني عشان شنو؟ يعني شنو الهدف من انه الجيل يعرف انه الفنان ده الفلان الفلاني؟ انت زي ما قلت وسائل التواصل حاسه بقت موجوده، والعايز يعني الحاب يسمع بيعرف انه دي الاغنيه. يلا زمان يعني باصوات ناس زمان ذاتها على فكره بلاقوا صعوبه جدا عشان انت تقدري تفهمي انه هو بقول في شنو، تقدري يعني احنا عانينا وما كنا مشاكل يا خلصة. لا مش كده يعني، بس التسجيلات قديمه، التسجيلات قديمه يعني شديد، يعني احنا عملنا لها حداثه ما نقية. أيوة. بعدين كلها بالريك والاصوات بس، ده كل الاعتماديه بتاعتها. احنا لبسناه طوب العصر كيف يعني، دخلنا الات الحديثه بتاعت الشباب بس مع المحافظه على نفس اللحن بتاع ناس زمان، يعني مع احترامنا ليهم حافظنا على اللحن بتاعهم، حافظنا على الكلمات. طبعا مش احترام لانه لا بس ده انتاجهم يعني، دخلنا عليها حاجات العصر بتاعتنا احنا الليله. يعني انا انسى الاغنيه، انت لما شالة يعني واحد من الناس الكبار مع احترامي لهم بيفهموا وما حيضايق انه حيقول غيروها، لا بالعكس حيكون يعني نفس الحاجة القديمة اللي كان هو بيسمعها هي قاعدة. لكن ممكن من يكون الشباب في، معلش اقاطعك يا خنصة، في ناس ممكن يقولوا الحاجة دي ما جديدة باعتبار انه انتوا امتداد لجيل اصلا عمل الحاجة. ايوه اكيد. يعني في دخلت الاوركسترا من انه يعني تجديد، تطوير لنفس الاغنية ذاتها.
بس تكون يعني مواكبه وملائمه للجيل الحالي بتاعنا يعني. ايوه. وبجد برضه جاتنا رسائل كثيره انه نحن يا دوب قدرنا نفهم الكلام يعني ده شنو، وعرفنا اغنيات ما كنا عارفين ان دي اغنيات حقيبه يعني. أيوة. دي حاجات كثيره لفتنا الانتباه مثلا لاغنيات الحقيبه. نحن اتمادينا فيها من ناحيه توثيقيه، توثيق للاغاني دي. لكن ده ما زي ما قلتي ما يمنع انه يكون منتجنا الخاص. أيوة. قللنا فيه، ولكن الان حاليا شغالين في البوم ان شاء الله. المفروض كان ينزل مع راس السنه، بس لظروف شويه كده حينزل بعد راس السنه. اتعاملتوا مع منو فيه الشعراء والملحنين؟ والله تجربه جديده مع احمد البلال فضل المولى. يعني من هنا وجه له تحيه وقول له مساء الخير عليه، وان شاء الله يكون بيشوفنا. ويعني بجد حابين اننا نتعامل معه. وجاءت الفكره انه نعمل لنا البوم، يعني مش البوم بالضخامه بتاعت البوم اللي هي 4 أو 5 أغنيات كده. يعني حيكون فيه فكره جديده وهي مفاجاه يعني للناس. حندخل حاجه كده ان شاء الله تنجح. ما هو ممكن تقول نص المفاجاه وتخلي الباقي يعني تشويق يعني. ايوه هي تشويق يعني. الناس كلها تكون مستنيه الموضوع عشان تعرف المفاجاه شو. بس حسي الناس كثيرين بيقولوا انتاج الالبوم فيه مشكله، لانه زي برضه زي ما كل الناس عارفين وسائل التواصل بقت ما يعني ما بتسمح بانه زول يمشي يشتري البوم عادي. ايوه. يلا هو البوم الكتروني ما حيتباع يعني، ما حيكون فيه مبيعات. البوم يعني حينزل في الانترنت عموما، في الفيسبوك مع علي ميديا. وفي صفحتنا ان شاء الله. و يعني مش بنفس الفهم بتاع الالبوم، قلت لك انه يكون فيه مشتريات وتوزيع وكذا، لا حاجه بس الكترونيه كذا يعني بسيطه كبدايه. ايوه كبدايه. ان شاء الله ان شاء الله. حتسمعوني حاجه ثاني؟ نسمع ان شاء الله. نسمع منكم مين احلى من حبيبتي مين. نسمع. I'm not afraid to die.
كيف نعسان غني يا صاحي قول كمان وكمان ومين أحلى النجوم طالعة هي أعلاه النجوم طالعة أعلاه غامة الفارعة فوق بتعلاه غامة الفارعة فوق بتعلاه والخدود والعحور شعلاه أحلى مين الأداء. تسلم إن شاء الله. مين الأحلى؟ أكيد تسلم إن شاء الله. ومن هنا برضو ما ننسى نحيي كل أسرة الأستاذ عبد الحويج وإن شاء الله يكون يا رب برضو يشاهدون ومتابعيننا إن شاء الله إن شاء الله. تحياتنا لهم. كثيرين بيتكلموا النقاد بالذات في الصحافة الفنية عن إنه الكلمة اللي بيغنوها الشباب ممكن نقول عليها ركيكة أو ما بترقى لمستوى الأجيال اللي تعاقبت على الغناء. فرايكم شنو في الكلام ده؟ انا والله ما اعرف كراي شخصي او يعني كراي يعني بحتفظ به ولا روحي. انا بعتقد انه دي المفرده بتاعت يعني الجيل الحالي. برضه نحن لنا كلامنا كله عن الاجيال. يعني دي الحاجه الان يعني حاصله. يعني التطور يعني زمان ما كان في سوشيال ميديا، ما كان في مواقع تواصل اجتماعي، ما كان في واتساب، ما كان في الناس كان بتكتب عن الطبيعه، كان بتكتب عن فاسي الحاجات دي اللي هي بقت يعني متاحه. فبالتالي انه الواحد طوالي تلقائيا حيلقى روحه يعني بيتعامل مع ايوه مع لغه العصر ومع الحاجه الحاليه. لكن هل لغه العصر دي انها هي تكون بالركاكه دي يعني؟ يعني هي ما ركاكه، هو وصف. يعني وصف لحاجات معينه، يمكن في وحدات بيكونوا دون المستوى. وبرضه يعني ما بنقدر نصنفهم دون المستوى، ده كمستوى شخصي يعني. انا ده كرأيي الشخصي. يعني ما في مقياس ثابت للركاكه ذاتها. أيوة. يعني اذا مسكنا النص هو لغه العصر. يعني ما بنطلع برا اطار الحاجه اللي بتناسبها كل الشباب حاليا. اذا مسكنا اللحن ما في لحن، لكن هل يا خنساء انه ما يصلح انه نتونس به في نواصل الحله او في يعني في دكه جامعه؟ هل ينفع انه احنا ننقل ويكون هو الغناء؟ طيب يعني ما انا عايزه اوصل رساله للناس اللي هم ذاتهم بتناسوا به. يعني انا ما ممكن اجيب باللغه العربيه الفصحى ما يسمعوني. لا طبعا أنا ممكن مش من العربية. أنا ممكن أجيهم يا حسان في النقطة دي، ممكن أتكلم، ممكن أجيهم. لكن يعني الأغاني دائما اللي بتكون خفيفة وسريعة، يعني سريعة الانتشار.
ويعني المغناسي حاليا بقى الناس دايره تنتشر يعني ممكن انا اغني لي اغنيه سريع. ايوه الايقاع اغني لي اغنيه ايقاع سريع وكلماتها يعني زي ما قلتي انت يعني ركيكه او ما بتصلح انها تتغنى و بس هي مش بتصلح بتتغنى، هي طبعا بتتغنى، والدليل انه احنا بنتكلم عن انها اغنيات يعني بتتغنى وملحنه وكده، لكن ما بتصلح انها هي تكون امتداد لسيره أيوة. بتاعت اجيال كثيره متعاقبه تعبوا على الغنى يعني ايوه يعني ما بتصلح. ففي كلمات جميله يعني حتى مواكبه وجديده وحديثه وجميله واتغنت، وبغض النظر ثاني في كلمات برضو مفروض انها ما تكون امتداد للجيل زي ما قلتي. احنا طالعين فاصل عشمانين تفضلوا معانا بعده ان شاء الله وتتابعونا. 6:30 تحيه عمرو رضا وعوافي واصلين لسه معانا الثنائي خنساء وياسين بنتكلم عن تجربتهم الغنائية. قبل الفاصل كنا في المغالطة حقت انه الأغنية الشبابية اللي هي ده طبعا واحدة من الملفات اللي تكلموا الناس عنها كثيرين النقاد وكده، انتوا دارين تطلعوا من المأزق ده كيف؟ يعني انه انتوا ما تقعوا في حفرة انه دارين أغنية تنتشر سريع وتكون شبابية وترضي الناس وكده، عشان في نفس الوقت النقاد ما حيكونوا ايوه في الكلمات بتاعتها تكون في نفس أيوة. حاجه جميله بالذات انتوا بديتوا بالغنى الثقيل يعني غنى الحقيبه غنى كلمات مسبكه الحان مسبكه فما بينفع انه تحصل النقله دي. والله نحن يعني دائما لما في الاعمال الخاصه نجي نعمل عمل جديد بتكون في زي ورشه كده حقت عمل في البيت. يعني الوالد عنده حس نقدي عالي جدا جدا، يعني الناقد الاكبر عندنا في البيت الوالد. النص اذا لقاه يعني ما بيرتقي لانه يكون بمستوى جميل كده وحاجه حلوه فما بنقدمه او ما بنقدمه. كذلك الالحان يعني استاذ بلال عبد الله زي ما قال خنساء يعني بمثابه الوالد الروحي بالنسبه لنا يعني يعني دربنا على الغنى قبل ما يلحن لنا، يعني تعلمنا منه اساليب وتعلمنا منه تكانيك جديده وتعلمنا منه حاجات ان شاء الله يا رب لقدام يكون في تواصل اكثر وتسمع حاجات. افتكر دي بالجزء اللي بيتقال فيه انه الفن رساله. ايوه ان انت بتنقله للاخرين. انتوا كيف تختاروا اغانيكم؟ يعني انتوا اثنين وقبل ياسين من البدايه قال انتوا ما متفقين خالص، انتوا ما توأم متفقين. احنا يعني في اي حته لازم نتشاكل. اسف احنا جايين على القناه تشاكلنا. تشاكلتوا بشنو؟ يعني في متاخر والله في الزمن في الزمن والله في الزمن اطلعوا اخرتينا واحنا شغالين البنات اصلا بياخروا يا خمسه صح؟ والله جاي من الشغل مباشر على هنا يعني ما من البيت فيعني في الاختيار ذاته لو ما وجود الاسره معانا فاحنا ما احنا متفقين على اغنيه خالص. يا شنو يا توغني انتوا حسيتوا ان انتوا كنتوا متفقين كان احساسكم فيها وذوقكم فيها واحد؟ هي نحن ما بنكون متفقين فيها، بيكون ايوه متفقين انه دي الاداه النص وده اللي احنا خلاص عجبنا. بتكون اول حاجه التوزيع ده الكوبليه بتاعي وده الكوبليه بتاعك وكده وتمام. بنمشي للاستوديو ان شاء الله بيكون نص ساعه او ساعه دي لا ده الكوبليه بتاعي وده امي دائما بتقول لنا يعني كل ما انتوا تختلفوا كده ويعني تتشاكلوا انا بحس انه العمل حيكون يعني جميل شديد. ايوه انا بطمئن خلاص حيكون ناجح، لكن لما نكون ما نتشاكل يعني بنقول خلاص يا ياسين اللي احنا ما نختلف نهائي ما نتشاكل خلاص. بيقعدوا هم يعملوا لنا شكل يعني امي ومصعب ودولا لما التحيه كلهم بيجوا يحرشونا عشان احنا لازم نتشاكل عشان الشغل عشان يطلع العمل ايوه يطلع حلو. انتوا كبيت تكلمتوا عن انه انتوا عندكم فكره لانتاج البوم جديد قبل كده انتوا ما عملتوا ده اول واحد؟ نحن ما عملنا، كان في فكره اننا نعمل البوم لكن برضه بس يعني كانت الدراسه طاغيه وخلاص السنين بتاعت التخرج يعني كان الاكاديميات مكثفه شديد ما قادرين نعمل اي حاجه، بدينا كان حتى الاغاني وبدينا درستوا شنو انتم معلش يا زين؟ انا درست هندسه معمار وخنساء اي تي تقنيه معلومات. اوكي. فيعني كانت الدراسه بس شغلتنا عنه، بدينا منه كان اغنيه او اغنيتين، اغنيه كلمات الاعلام الواثق جار العلم اللي هي مسموعه يعني كنغمه حقت اتصال اكثر من انها تكون اغنيه اللي هي لو رديت او ما رديت. ايوه لحن لنا الفنان الجميل الشاب
منتصر هلالية وانتهينا منها نفذناها، وتاني كان بدينا في أغنية جديدة يا ساقي عمري من الحنان، وقفنا هنا بعد كده ما قدرنا نواصل وقفنا للدراسة. وقفنا أيوة. للدراسة يعني. إن شاء الله هسه خلاص بدينا يعني تاني يعني نقوم عشان ندور العمل تاني، وبالإضافة إلى إنه حيكون معانا إن شاء الله أحمد البلال ان شاء الله. ظلمونا ان شاء الله. ان شاء الله. انتم حريصين على انه يكونوا الشعراء والملحنين بيتعاملوا معهم شباب، بغض النظر طبعا استاذ بلال عبد الله. لا يعني احنا تعاملنا مع زي ما بيقولوا كبار، يعني كبار من الفنانين. تعاملنا مع استاذ عبد الله النجيب شاعر العيون، تعاملنا مع استاذ مختار دفع الله، تعاملنا مع التجاني حاج موسى. يعني استاذ التجاني ده كان عنده وقف خاص معنا انا وياسين من احنا اطفال. وبرضه وصيه يعني ايوه اللي قال لنا يعني انا بتنبأ ليكم بمستقبل ان شاء الله فني جميل، بس لازم تكمل دراستكم. يا سلام. الكلام يعني كانت الوصية في المدرسه يعني. يعني لسه ما دخلنا اصلا على الجامعه. فالحمد لله وفينا بالوصيه. وبرضه استاذ مصطفى ود المعمور يا سلام ليوم تاج السير عباس في البدايات، كلهم لهم الاحترام والتقدير طبعا. ونعتذر ما تذكرنا يعني. طيب ما تذكرتوهم سمعوهم اغنيه عشان ما يزعلوا. نسمعهم ونقول لهم نحن بنريدكم. كلمات اخونا احمد عمر والحان استاذ بلال عبد الله. اوكي نسمع. لما تفكري انه تريد، لما تفكري انه تريد، ريد بصدق، بصدق. لما تحب، لما تحب، عيش حلاوة الحب والعشق. علم قلبك الإخلاص قبل العمر يفوت وينسرق. بكرة يعرفوا الناس البين يحسوا الفرق. بريدك تدوري علي، جمال شوية عشقك بحر سوى أحلى عواني، أمواج طلال تزيل البلية، تنحت أعماق مشاعر مجاري. عفيف وشريف أبيض صافي، هم الدنيا اللي نعيش بي، وحال بيناتنا يبقى أروع منيا أحلى هدية.
بريدك 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 بريدك. يا سلام، شكرا كثير للإحساس اللي بيناتكم بتبادل ده، مع إنه في انسجام عالي في الغنى، ما فيه مشاكل. هذه الحتة الوحيدة اللي بنتفق فيها. تمام. مفكرين إنكم تعملوا أغاني تصوروها فيديو كليب؟ إن شاء الله. ولا لسه؟ إن شاء الله. لو كان برضو يعني من الأغاني اللي هتتصور اللي هي لو رديت أو ما رديت مع شركة عنان فيديو أبو ظبي. والمخرج محمد عبد الله برضو بدينا كان وخدتنا السيناريو. ليه تحديدا هي؟ والله يعني كان لقينا عنده المتطلبات او لقينا الاحساس اللي هو بيقدر يوصله لينا يعني. يعني زول ما شاء الله شاب لذيذ خلوق يعني بيجتهد. لقى افكار زي ما بقول احنا تلاقينا سوا، تلاقينا في الافكار. ايوه اوكي، تلاقينا في لاين واحد. وبدينا نعمل لها يعني سيناريو وبدينا نخطط لها، وبرضو اغنيه حكايتي معك. كان بدي برضو من الاغاني الخاصه. ايوه الكليبات احنا مفكرين نعمل اعمالنا الخاصه. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. دي من ضمن الخطط المستقبليه. شنو ثاني بتفكروا انه يكون يعني لمستقبلكم ان شاء الله؟ والله اول حاجه ان شاء الله بعد ما ينتهي من الالبوم دايرين نعمل اول الحفل الجماهيري اللي هنا يعني. يعني عملنا في العقالين. ما في مخاطره لكن؟ اه ما بكون في مخاطره. والله يعني الخرطوم انا ما عارف يعني رده الفعل حتكون في الخرطوم كيف، لكن الحمد لله يعني عملنا حفل في الأبيض، عملنا حفل في سينار، وعملنا حفل في جبل البركل. حفلات خاصة. حفلات أيوة. أيوة الحمد لله يعني كانت ناجحة نجاح. تبع مهرجانات ولا؟ مهرجانات. مهرجان البركل السياحي ومهرجان الأبيض، وفي سينار كانت حفلة في جامعة. دي لكن ما بتسمى حفلة جماهيرية. يعني أنا ما حدفع تذكرة مثلاً. أنا أصلاً جاي لمهرجان. يعني لكن ما بالمردود يعني بردة الفعل. يعني كان في قبول. قبول الجماهير. أيوة. جداً جداً يعني. الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. فخايفين شويه بس من الخرطوم، وفي نفس الوقت متحمسين يعني للحظه دي. وحنكون مخططين لها لحد ما يعني يكون تنجح باذن الله ان شاء الله. شنو التاني المهرجانات اللي شاركتوا فيها؟ شاركنا كان في مهرجان شندي. ومهرجان السياحة. ايوه مهرجان الأبيض. ومهرجان جبل البركل، وزمان في مهرجان الناشئ، وجاتنا مهرجانات خارجية. أيوة. مهرجان العرب. مسابقة اصلا، مسابقة العرب يعني، احرزنا فيها جائزة. كان شاركنا بأغنية حكايتي معك، كلمات فتح الرحمن الناجي اللي هو زميلنا في الدراسة له التحية، والحان استاذ بلال عبد الله. يعني جابت الجائزة المثالية التقديرية يعني الحمد لله. يعني مهرجان ثاني دعوات اللي هو بالتعاون مع راديو تلفزيون العرب، يعني فيه 18 دولة عربية مشاركة. ده المهرجان ذاته، مهرجان أيوة. القاهرة اللي ذاعوا التلفزيون. ايوه. وهتاني جاتنا كم دعوة من مهرجانات خارجية بس مدنا. طيب حسي انتوا ما انتقلتوا لمرحلة ثانية، يعني خلصتوا دراسة لكن انتقلتوا لمرحلة ثانية، يعني بقيتوا انتوا بتدرسوا، فدي تخليها تبقى اصعب. هناك أصعب ممكن تدوك عادي. اصعب بالتوفيق. بس هنا يعني ممكن يعني حتسحب الطلبه. ايوه لما تجي تعوض. يعني هو بالعكس، انت بتدرس اصعب من انت تدرس. يعني اصعب في ناحيه الوقت ذاته، يعني انت زمان مقيد بزمن معين، هنا انت ممكن يعني تاخذ المحاضره زميلك يغطي لك يدخل يدرس لك، او ممكن تجي تعوضه لهم فيما بعد يعني في وقت يكون هو فاضي فيه يعني تتحكم فيه انت. بس يا غسان انا بعتقد انه دي مسؤوليه يعني. طبعا لا اكيد انت ما حاسس بالدرايه. كل الدرايه يلا ما هو يعني الغياب ذاته ما هيكون كل المحاضرات يعني. اكيد بالتاكيد لا، انا هكون ماشيه في الخط بتاعي وحديم المقرر اللي هو المفروض ياخذوه يعني. ف ما ماشي بيها حاجه والله. عادي يعني. انا لكن ما هيك عكسها تماما، عكسها في وجهه النظر دي. لانه دي مسؤوليه بدل تكون مسؤول يعني. زمان انا لما بقرا المسؤوليه عندي يعني علي دي مسؤوليتي انا. لكن لما تكون بتدرس يعني دي بتكون عندك مسؤوليه حقت يعني طلاب مسؤول انت من الناس الاخرين. أيوة. انت بتدرس فيهم. ايوه فدي يعني صعبه شويه. المفروض ما صعبه والله، تديها اولويه شويه. احنا اختلفنا. خلاص انا حطلعكم بسؤال. انتوا ظهوركم في قنوات بعينة كان يعني مباشر زي ما انت قلت البرنامج ايام صفانة. ما أيوة. بيطلب منكم كثير انه تغنوا نفس الاغاني اللي كنتوا بتغنوها يعني؟ ما بيعمل حاجز لاغنياتكم الخاصه؟ والله هو يعني فصل
يعني احنا كسلانين شديد في انتاجنا الخاص يا صراحه كده والله دي صراحه أيوة. مطلوبه ايوه والله يعني انتاجنا الخاص ده او يمكن فتره ايام برنامج صفان وفتره ايام برنامج غنوه في الخاطر كان زيرو نهايه يعني معدوم ولحد اللحظه لحد اللحظه ان احنا ما قادرين يعني اننا نقوم تاني نبدا من جديد عشان نبدا نعمل انتاجنا الخاص لكن ان شاء الله حتكون البدايه في الالبوم الجاي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله لحد هسه سجلتوا فيه كم من الاغاني اخترنا الاغاني وخلاص تمت يعني بدايه الالحان بتاعتها وهو مسجل منه اغنيتين جاهزين بس على الميكس وان شاء الله قريب يعني حينزل ان شاء الله كنا نتمنى انه يعني ننزله في راس السنه بس لظروف شغالين هسه حفلات في راس السنه ولا والله ان شاء الله شغالين مع الدوره المدرسيه في ولايه شمال كردفان ايوه دي المره الثانيه حتمشوا لبيض ايوه اصلا احنا يعني عندنا اهلنا هناك في لبيض نحييهم ونتمنى انهم يعني يكونوا بيشاهدونا ونقول لهم مساء الخير عليهم ونقول لهم ان شاء الله انتظرونا جايينكم مره ثانيه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله موفقين باذن الله كتر خيركم كثير على جيتكم الليله وترناكم معانا غايه لا عفوا لينا بس لا يا سيدي حبابكم الف حبابكم الف وان شاء الله موفقين ونشوفكم لقدام يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تسلم ان شاء الله دي كانت حلقتنا الليله لنهايه اسبوع نتمنى لكم نهايه اسبوع سعيده احنا لكن حنختم باغنيه الامان ان شاء الله نسمع من خنساء وياسين عبد الله ودعناكم الله
محاسين زهرات ليلي عيان موسيقى حديثك مع سحر البيان وإذا ما الغوامك يا زين الحسان روحي تسيل عواطف قلبي يدوب حنان وانا كيف ما خافك مما الطرف شافك ما حبيت خلافك حبك من يدي فردي وسنتي وناري وجنتي حبيبي الأمان من فاتكات عيونا أرحم مهجتي الأمان الأمان صافي ميقات الف صافي صافي كلنا في رحابه للايام نصافي يا روعه لقانا واللحظات ناديه والونس التلامس في الخاطر قضيه نرشف بالمشاعر شاي المغرب